السلام عليكم بقى حبايبي، عاملين ايه؟ معانا النهارده بقى خبر جديد اهوت. فيفي عبده تشعل موقع التواصل الاجتماعي انستجرام برقصه على رمال الساحل الشمالي، حيث نشرت الفنانه فيفي عبده مقطع لها وهي ترقص على رمال الساحل، وهي يعني في الساحل الشمالي ترقص على رمال الساحل، رقصه لها بترقص على رمال الساحل الشمالي، حيث قالت معلقة: يا صباح الفل والياسمين من الساحل الشمالي، احبكم قوي. وطبعا كلنا عارفين ان اخر مشاركات الفنانة فيفي عبده درامية كانت مسلسل مملكة الغجر الذي تم عرضه في رمضان اللي فات اللي تم عرضه في رمضان اللي فات طبعا مع يعني مع برضو الفنانة حورية فرغلي. طبعا فيفي عبده نشرت لها الرقصة ديت وهي على الرمال بترقص، يعني رقصة على رمال الساحل الشمالي، واي حد ممكن يقدر يدخل يشوف الفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. بحبكم كتير قوي، يا رب كده تكونوا كده بصحه وخير وسعاده، يا رب كل الفيديوهات اللي بقدمها لكم تعجبكم وتنال اعجابكم حبايب قلبي. ما تنسوناش بقى في لايك وشير كده وسبسكرايب وتفعلوا لكم الجرس عشان يوصلوا كل جديد ان شاء الله باذن الله على طول اول باول على القناه. بحبكم كتير كتير كتير. اسيبكم بقى مع الفيديو دوت، ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب.